خالد أحد الشباب المبدعين في مجال الابتكار والتصنيع، لم يجعل من المستحيل مكانا في مشوار حياته، ولم يستسلم للواقع الذي تمر به البلاد ليجعله ذريعة للفشل. فمن هذه القصاصات الصغيرة والقطع الحديدية استطاع خالد بحنكته إعادة تدويرها وتوظيفها في عمله، حيث صنع العديد من الآلات المتنوعة التي تضاهي آلات تصنيع الشركات الكبيرة من حيث جودتها ومتانتها. كان بداية الالتحاق في بعض المصانع في وقت مبكر، وكان بحكم أنه عندي حب الاستطلاع وحب الصناعة بشكل عام يعني، وكان من هنا بدأت الفكرة أني أطور موهبتي وأكون لي مصنع خاص. لم تقف طموحات خالد عند هذا الحد، فشغفه الكبير في الابتكار مكنه من تصنيع آلة أخرى تعرف باسم آلة تجفيف العسل، وهو ما يميزها عن الآلات الأخرى من حيث جودتها العالية وسرعة إنتاجها وتواجد جميع قطع غيارها في السوق المحلي، ما جعل أيضا الإقبال على شرائها واسع في مختلف المحافظات اليمنية مقارنة بسعر الآلة الخارجية. وتوجد لدينا عدة صناعات، من ضمنها فرازات العسل، من ضمنها الشماعات الخشبية، من ضمنها العربيات، ومن ضمنها أيضا آلة تجفيف العسل وصناعات أخرى، ويضم المصنع عدة شباب حوالي تقريبا 10 أشخاص. خالد في يوم من الأيام كان عاملا في مثل هذا المصنع، لكن بتحديه للصعاب وقهره للمستحيل أصبح اليوم يمتلك مصنعا خاصا به. استطاع خالد إنشاء معمل خاصا به استقطب عددا من الشباب، حيث ساهم المعمل في تصنيع العديد من المنتجات أبرزها العربات والعلاقيات الخشبية وفرازات العسل ذات الجودة العالية. أنواع الفرازات من 4 إلى 6 إلى 8 إلى 16 لا أكثر من ذلك، وأنواع متعددة. أول تقوم عملية القص زنك، ثم تكون عملية اللف وطرح الأرضية لنفس البرميل هذا، وحلقة فوق تكون مضمن، وتم عملية تركيب القالب اللي هو حسب الطلبية اللي هي 4 6 8. يأمل خالد من الجهات المختصة تسهيل الإجراءات ليتمكن من تصدير ابتكاراته للخارج بعد تسويقها في السوق محليا. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.